السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ اهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد، حياكم الله جميعا، يا اهلا وسهلا بالحلقة الثانية من بالمال. زي ما قلت لكم يعني كل حلقة فكرتها مختلفة عن الحلقة الماضية، لكن لا مانع اننا مثلا نقتبس من بعض الافكار اللي سويناها ونضيف ونطور، وان كررت افكار عادي انا صاحب السلسلة، اغير قوانين افكار على كيف. يعطيكم العافية يا جماعة على دعمكم المقطع الماضي، شكرا لكم جزيلا. اللي ينتظرون الكارير يا جماعة والله جالس احضر له وكذا، لانه ابغى اصور كذا لقطات جميلة وكذا، وما انضبط معاي الموضوع، لكن ان شاء الله باذن الله راح تكون السلسلة قريبة مرة في اقرب وقت ممكن. طيب فكرة حلقة اليوم يا جماعة الخير اللي هي الدوامة. كثير منكم يحب الدوامة صح؟ عندنا ثلاث دوامات، دوامة فيها التحديات، ودوامة فيها العقابات، ودوامة فيها عدد المحاولات. تعالوا معايا عشان تفهمون اكثر يعني. هذه هي قائمة التحديات، عندنا تشكيلة سرعتها لا يزيد عن 70 مع الفوز، التحديات اللي هو يعطيك شرط ويفرض عليك حاجة، تشكيلة بالجنسية السعودية، تشكيلة مو سعودية بالجنسية السعودية مع الفوز بفارق هدفين، هذه استحالة تصير، سجل هدفين راس في مباراة واحدة صعبة مرة برضو زي نفس التشكيلة السعودية، هاتريك بلاعب برونزي، اعتقد ذي ممكن نسويها اذا ركزنا عليه، وشراء 11 لاعب بشكل عشوائي مع الفوز. هذا التحدي جبته من التعليقات يا جماعة، فأتمنى انكم تخترعون تحديات عشان نضمها لتحديات الدوامة يا جماعة الخير. في كل حلقة راح نسوي ثلاث تحديات من تحديات الدوامة مع الثلاث العقابات. جاني تحدي وما استطعت اني اتجاوزه، ايش يصير؟ يصير نروح لدوامة العقاب. في عقاب عندنا هنا يقول بوش اب 25 مرة، هذه لعبتي عاد، هذا مو عقاب. كويكسل كرويف. كويكسل باختياري انا، يعني انا اختار كويكسل واحد من اللعيبه اللي عندي في النادي، وتحدي برايم ايكون هذا عقاب، انا اشوفه عقاب بالنسبه لي لانه ضيع فلوس على الفاضي، 200,000 تحرقها، تحذف النادي، تحذف النادي حذف، اللعيبه ذولي بال 2 مليون اللي فوق بره. والعقاب الاخير جيف اواي. اذا كان برضو عندكم عقابات جميله يا اخوان برضو لا تحرمونا منها، بس تكون عقابات منطقيه ومعقوله، ما يكون فيها اهانه، مو تقول لي لما اخسر ولا شيء تقول لي العقاب، روح عند واحد ما تعرفه قول له الطشني كف، لا مو كذا يا اخوانا. في كل تحدي راح يطلع لنا في الدوامه كذلك نفر الدوامه عشان نشوف هل عندنا محاوله او عندنا محاولتين، يعني يصير عندنا فرصه واحده من مباراه واحده تحاول تخلص التحدي او من مبارتين. اتمنى يا شباب انه كل شيء واضح، انا حاسس انه كل شيء 100%. المهم ايش التحدي اللي راح يكون في المباراه القادمه او التحدي الاول في هذه الحلقه؟ زي ما قلت لكم كل الحلقه ده. يلا بسم الله نبدا. يا رب تحدي حلو. طيب شكيلة لا تزيد سرعتها عن 70 مع الفوز. اوكي حلو، قال مع الفوز ما قال فوز بهدف بهدفين، لا. اول لاعب راح يكون في التشكيله كارلوس بيول، بالضبط سرعته 70. فاندرسار سرعته ما تزيد يعني، اوكي حلو يعني ممتاز. ظهير سرعته 70 اشلي يونغ. اللاعب اللي جنبه راح يكون باريسي، سرعته 70 بالضبط كذا جايه على المزاج. ظهير يمين أزبيليكويتا. هنا راح يكون فابيان لاعب نابولي، وهنا راح يكون الاسطوره او الايقونه اسطوره ريكيلمي هنا كام. كذلك راح يكون عندنا اندريا بيرلو. كازيميرو كذلك راح يكون معانا. واللاعب اللي بعده هاري كين سرعته 70، بعدين عندنا ويليان جوزي، بعدين خلاص صح. المهم خلونا نحاول نشتريهم كذا بالطريقة السحرية. طبعا ما الشغلة، خلاص نروح نشتريهم بنفسنا احنا. يلا 14,000 أزبيليكويتا، 235 ارخص شيء باريس، أشلينج المفترض يوزعونه ببلاش، 96 تعال يا طيب تعال. نو اشتريت سي اف يا غبائي. 123 ارخص نسخة لاندريس بيرلو يا حبيبي، بلاش يا اخي تذاب بلاش يا شباب. حبيبي كثر الله. ارخص نسخة لريكيلمي 239، هاري كين سعره 70 وسرعته 70، واخيرا ويليان جوسي. الله يطعم الشغله طولنا يا اخي. شوفوا ما هم ماخذين كيمستري لكن ما يهم، اخذ كيمستري كامل ما اخذ كيمستري كامل، الوضع واحد، كلهم بطيئين وما راح نقدر. يلا 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 يتحركون في الملعب. محاوله ولا محاولتين؟ طعم الشغله محاوله واحده بس. يلا بسم الله خلونا نطب مباراه، ليتس جو. يلا اوكي بسم الله، يا رب خصمنا ما يكون قوي مره. ساتر والله تشكيله حلوه يا رجل، ايش ذا بالبطيء يركضوا يا ساتر. شوف 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 بيرلو، بس بيرلو يا اخي يمتع. لا ول 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 الثقل. الو شباب ارجعوا كلكم ارجعوا، لا احد يتقدم يا ساتر. يا عمر يا باريسي وحش يا سلام، والله انجاز اني اسجل هدف المفترض مو افوز في المباراه.
عمري يا اخي احمد، يا ترى بدأ تفكيري يتشتت. يا رب ما يسجل. لا 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 ما تسلك مرتين كذا. يا اخي يا اخي لا. ايوه هاري كين، اقطع امكم يا شيخ، هذه فرصه تجينا في السنه مره. اشو امسك امسك ايه فاندرسار يا يا غبي يا 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 الجلطه. لا يلا حكم 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 بل انت حلال والحلال يدخل. يلا يلا شوفوا يا شباب، إذا سجلت هدف واحد أنا راح أعفي نفسي من العقاب. لا من جد شوف البط زياش يمسك خط علينا يا أخي. أمسكها يا متخلف، أمسكها يا أخي. ياهو خلاص أنا ما عاد أبغى ألعب، أبغى الستر. والله ما عاد في ستر، الشرف طار يا أخي. ايش تعلمنا بعد المباراة هذه يا اخوان؟ ثلاث اشياء: لاعبين ما هم سريعين ما لهم اي قيمة في اللعبة، والبلنتي الحلال مو دائما يدخل، والثالثة والله ما ادري ايش كانت. العقاب يا اخوان، العقاب بسم الله. يا رب شيء حلو. نشوف العقاب يا اخوان. العقاب يا اخوان بسم الله نشوف. بوش اب 25 مره، ليتس جو. يلا بوش اب 100 100. التحدي اللي بعده، شوف الدوام ايش تقول بالنسبه لي شو اسمه ذا التحدي الثاني. بسم الله يا رب حاجه حلوه. هاتريك بلاعب برونزي، والله العظيم هذه حلو، هذه احسها بتكون ممتعه، بس والله بتكون صعبه يا اخوان. اللاعب البرونزي اللي راح يكون معانا في هذا التحدي اللي هو هذا الرجال الطيب يا جماعه، شوفوا طاقاته، اسمه عطيف يا شباب، عطيف كونتي، حلو يصير النادي عطيف في الملعب، حلو، شوف الشوت عنده 54 وبسط 54، طيب نشوف محاوله ولا محاولتين يا شباب بسم الله. انا اقدر اجيبه من محاوله يا رجال، الله يقطع الشغله، شكلها محاوله اي والله، ليكون السبن خربان. ما يطلع الا على الازرق. بس يلا هذولي اقوى من تشكيلتي بدون البرونزي. كيف يا اخي نلعب يا اخي؟ كيف اصلا تحطم يا احمد؟ انت حطيت تحدي. يلا القم يلا 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 القم يلا. يا ولد ده البرونزي بيجيب لي جلطه، بيجيب لي والله. تكفى حلو بترقيني وسجل هدف بس عشان نرتاح يا شباب. يلا 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 يلا, يلا. يلا بس نرتاح. اشو 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 يا سلام. تكفى كرويفو ايوه حلو حلو. الله عليك الله عليك. ايوه سلك سلك يا عيال. ليتس جو مو سلك فن يا اخي. ايش سلك؟ والله يا شباب انا غلطت، صعبت على نفسي، ليتني اخترت لاعب سريع على الاقل، لاعب خفيف يعني يكون التوازن والرشاقه عنده كويسه، على الاقل تخدير يا اخي. هي يا هدف الاوف سايد. لا هذه سلك والله سلك، ما ناول ترى. يا حبيبي يا شيخ الله يحرقكم يا شيخ. يا اخي يا حكم يا حكم. خلاص 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 صفر يا ابني، مو كذا انا معبيها. تبغون تفوزونه
اشوى كان بيفوزونه. والله صعبت ام التحدي على نفسي. شوف حتى مندي انطرد. نشوف بسم الله العقاب. يلا العقاب تحدي برايم ايكون. حلو حلو شباب. هو يعتبر تحدي برايم ايكون كما لو انه انقاذ من العقاب. يعني يكون مثلا عقاب خفيف وكذا. بس العقاب يظل عقاب. ترى بنخسر 200 ومدري كم. خلصنا من تحدي الأيقونة. في لعيبة اشتريتهم. في لعيبة اشتريت بيزي. يعني تقريبا التحدي كلف. ليش اقول كلفني؟ احنا بالمال بالفلوس. يلا بس يلا بسم الله. اوه ايه اعطوني هدية. بالله خلنا نشوف بالله كذا. شوف بسم الله. اوه حلوين. ريت عالي يصير استخدمه يعني في التحديات وكذا. فك الباك حق العقاب بسم الله. اقطع يا رب. كاكا طيب كاكا طيب كاكا. اوه حلوين والله رهيب. والله كاكا عيال خرافي تستخدم في التشكيلة. العقاب ما صار عقاب. والله والله غالي. والله حلو هذا باكج ابو لعب يا شباب. نشوف بسم الله الرحمن الرحيم ايش راح يكون التحدي الثالث لهذه الحلقة. بسم الله. سجل هدفين راس يا دافع البلاء. هذا التحدي اصعب من اللي قبله واللي قبله واللي قبله. طيب عشان نسوي التحدي هذا لازم نلعب بمين؟ كريستيانو رونالدو. لازم يكون عندنا واحد زي كريستيانو يضرب راس يا اخوان. وتراجينيو برضه يضرب راس. ورونالدينيو على خفيف. كم راح يكون عندنا محاولة؟ يا ساتر اقول لكم السبن هذا خربان. يا رب اليوم بس اسوي تحدي. يا اخي ليش الملونين ذولي كثير كثرانين يا اخي. الملونين اقوى مره يا شباب. يلا لا براسك براسك. الله يحرق راسك يا اخي براسك. بس يلا والله هدف حلو. والله ايوه. لا يا حمار لا 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 لا. ايوه حلو تكفى. رونالدينو لا والله صعب يا شباب. صعب صعب صعب. سلام. والله ما ادري ايش يسوي يا شباب. ما ادري ايش يسوي. بس يلا يلا. يا ولد توصل هنا ترفع. والله العظيم ما في امل يا حياه. صعب صعب يا حكم. يا كلب يا حكم يا كلب. والله شباب معظم التحديات كانت صعبه بكل امانه. والله يعني اتمنى انكم تكتبون تحديات يعني ما تكون مستحيله. يكون حاجه كذا معقوله اي شيء. عقاب التحدي الثالث بسم الله. كويكسل باختياري. طيب كويكسل باختيار ان اللعيبة اللي عندي والله نكاته. يعطيكم الف عافية على المتابعة. ان شاء الله استمتعتوا بهذه الحلقة. لا تنسون تشاركونا تعليقاتكم تحت في صندوق التعليقات او في مكان التعليقات. نراكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.